لكن اللي انا بس بتضايق منه انه دايما بقول اللي بيسترزق من حاجه زي فريده الشوباشي كده يعملها بعقل. يعني ايه بعقل؟ يعني ما ينفعش يا ست فريده تطلعي تقول لنا اصل مصر كانت قبل السيسي خرابه. طب امرت ايه؟ هنا بقى نيجي للارقام، صح؟ زي ما اتفقنا برضو انا مش بتاع رتح، يعني انا مش بطلع اقعد ايه وليا، مش ما بعرفش اعمل الكلام ده خلاص، ومش بتاع ان انا اطلع اشتم برضو، ما اعرفش اعمل ده. لكن بالعقل كده وبالمنطق خلينا نفترض مع بعض انه في حد مصدق فريدة الشواشي. انا عارف انها نكتة سخيفة، يعني عارف ان انا بقوله ده نكتة بايخة، مفيش حد بيصدق واحدة زي دي. لكن خلينا نفترض ان في ناس مصدقه الشباشي. ها، عزيزي المواطن المضحوك عليه اللي مصدق فريده الشباشي ان مصر كانت خرابه قبل 2013، ما تيجوا نشوف يا جماعه كده مصر كانت عامله ازاي 2013. انا هبدا اطرح على حضراتكم شويه اسئله، خلاص، واختبار معلومات اهو في البث الجميل ده اللي انا حابب قوي ان هو يكون تفاعلي ما بيننا. يعني انتوا كلكم قلتوا ان لا مصر ما كانتش خرابه. طيب يلا نبدا بايه؟ باول حاجه بسعر الدولار. يلا قولوا لي يا جماعه، مصر اللي كانت خرابه قبل السيسي سعر الدولار كان كام؟ ومصر اللي هي قصر دلوقتي مع السيسي سعر الدولار كان كام؟ يلا انطلقوا، عايز اقرا كده التعليقات ونشوف الناس فاكره الدولار كان بكام ايام 13 ولا لا؟ اما كنا خرابه. يات بيقول 6 دلوقتي 30، طاهر دويدار اهو بيقول بقى 30، كويس. 7 جنيه حاليا 33، كان ب 6 جنيه، 7 في 2013 دلوقتي 31، كويس. الدولار دلوقتي طالع للمريخ، دي هديجو. زوزو بتقول 33، عمرو حمزة من 6 ل 36، الدجاج اليوم البلدي، لا لا ده هندخل على الفراخ دلوقتي، استني يا هوايدة، احنا بس دلوقتي في الدولار الاول، واحدة واحدة. الدولار كان بستة ونص دلوقتي بتلاتين ونص، نادية بتقول بقى بواحد وتلاتين، دو فينتر مش عارف ايه بيقول كان بستة جنيه، 7 في 5، تعويم الجنيه من الاول قرار كارثي، السيسي ترند في التعويم، كان 7 ايام الرئيس مرسي، 6 جنيه و70 قرش، دلوقتي 36 في السوق السوداء. كرتونة البيض ب 135، هنيجي يا جماعة للبيض ثانية واحدة. سعر الدولار أيام الخرابة كان 6 دلوقتي ب 31، الله الله ينور عليك يا زهرة. السوق السوداء دلوقتي ب 49، معقول الكلام ده؟ سعره كان 6 43 النهاردة 33 43، ده مصطفى رمزي. يبقى احنا هنا بنتكلم على إيه؟ يا أستاذة فريدة، على أسعار الدولار. فاحنا أول حاجة خلاص يا جماعة، مصر ايام الخرابه مش كده كانت الدولار بيساوي 6 جنيه و70 قرش، مصر اللي السيسي عملها قصر بقى الدولار ب 31 جنيه في البنك المركزي وداخل على 40 في السوق السوداء. ما هو مفهوم الخرابه لديك يا اخت فريده؟ يعني ايه خرابه؟ خرابه جايه من الخراب مش كده، اللي هو المكان الخرب، البيت الخرب اللي مفيش فيه حياة ولا سكان، كله حيوانات وحشرات وزبالة وناس، ممكن مثلا ناس متسولين بيروحوا يناموا هناك، وفقرة وناس عاطلين عن العمل ومخدرات، مش كده؟ ده الخرابة، احنا عارفين من زمان يعني اللي يقول لك ايه الخرابة، ده عمي عايش في الخرابة، دول الناس اللي اوعى تروح عند الخرابة. ليه؟ لان الخرابة يبقى فيها سرقة، هيبقى فيها جرائم، هيبقى فيها ناس مش لاقية تاكل، هيبقى فيها زبالة، هيبقى فيها مخدرات، هيبقى فيها ريحة 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 وحشة، مش كده؟ ده مفهوم الخرابة يا ست فريدة. قبل بقى ما أكمل معاكي في الأرقام، أنا عايز بس أقول لك دلوقتي، مصر يا فريدة يا شباشي في عهد عبد الفتاح السيسي هي أصبحت خرابة. إزاي؟ الخرابة هي المكان اللي فيه ناس مش لاقية تاكل، مش كده؟ بيروحوا هناك. مصر بقى فيها 60 مليون واحد مش لاقين ياكل، مش لاقين ياكلوا لانهم تحت خط الفقر. واحد، تشابه ما بين مصر السيسي والخرابه بتاعت الشوباشي. حط كده هنا خرابه الشوباشي، هنا مصر عبد الفتاح السيسي. رقم واحد،
الفقراء او الناس اللي مش لاقيين ياكلوا. في الخرابه هتلاقي ناس كتير مش لاقيين ياكلوا قاعدين هناك. في مصر السيسي هتلاقي 60 مليون بني ادم مصري اصبحوا مش لاقيين ياكلوا لان هم بقوا تحت خط الفقر زي ما البنك الدولي بيقول. اتنين، في الخرابه هتلاقي ايه؟ هتلاقي زباله، هتلاقي قمامه، هتلاقي روايح وحشه. في مصر السيسي هتلاقي ايه؟ هتلاقي زباله وهتلاقي قمامه برضو في كل حته وهتلاقي روايح وحشه. في الخرابه هتلاقي ايه كمان؟ هتلاقي سرقه، هتلاقي مخدرات، هتلاقي جرائم. في مصر السيسي بتلاقي سرقه وبتلاقي مخدرات وبتلاقي جرائم، وفي ارتفاع كبير في الكلام ده في عهد عبد الفتاح السيسي، مش كده؟ في الخرابه بتحس انها مكان منبوذ محدش بيقرب منه. السيسي أصبحت مكان منبوذ محدش عايز يقرب منه، استثمارات أجنبية بتخرج، صناديق سيادية رايحة جاية عايزة تكوش على اللي تكوش عليه، لأنه مكان خلاص أصبح شبه الخرابة في عهد عبد الفتاح السيسي. وبالتالي أصبح فيه في حاجات كتيرة جدا 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 ما بين خرابة الشباشي وما بين مصر عبد الفتاح السيسي، لأن عبد الفتاح السيسي بوضوح كده حول مصر لخرابة بما تحمله الكلمة من معنى. فلو كانت الشباشي عايزة تقول ده احنا يا جماعة كنا وحشين، لا احنا ما كناش وحشين. تعالوا بقى نرجع للأرقام، وهنا الحقيقة أنا قدامي تقرير مميز جدا لموقع العربي الجديد بعنوان تضاعف أسعار السلع الغذائية بنسبة 600% في عهد السيسي. أهو أدي التقرير أهو. طيب التقرير ده لسه منشور من كذا ساعة، والحقيقة في شوية أرقام مهمة قوي عايز أتكلم معاكم فيها عشان شرعية الشباشي، خرابة الشباشي. في يونيو 2013 لما الشباشي بتقول إن مصر كانت خرابة، خرجت مجموعة من المتظاهرين، كانوا أيام حركة تمرد، ورفعوا يافطة مشهورة جدا 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 اسمها إيه؟ شرعية ايه دي؟ البيضة بجنيه. وكان حاجة جميلة قوي، مش كده؟ طيب كانت حاجة يعني في منتهى الصفاقة اللي في الدنيا. ليه؟ لانه كانوا بيتكلموا على انه سعر البيض صعب قوي، وانه جماعة البيضة بقت بجنيه وانه عيب كده. دي طبعا ايام ما فريدة الشباشي شايفة ان مصر كانت خرابة، كانت البيضة بجنيه. البيضة بقى بكام يا جماعة؟ معلش، البيضة هي البيضة. بيقول لك ايه التقرير بتاع العربي الجديد؟ البيضة اللي كانت سعرها لم يتجاوز 70 قرش ايامها، كويس، والناس قالوا انه البيضة بقت بجنيه اللي هو 100 قرش، اصبحت دلوقتي العبوة اللي هي 30 بيضة ايامها كانت ب 18 ل 21 جنيه، دلوقتي بقت ب 130 جنيه، يعني بزيادة قد ايه بقى؟ في عصر عبد الفتاح بزيادة 566%. يعني كانت البيضة بجنيه بقت البيضة بخمسة جنيه دلوقتي في عهد السيسي. شفتي الخرابة فريدة؟ شفتي الخرابة؟ الحلاوة دي كنا بنجيب البيضة بسبعين قرش، دلوقتي البيضة بخمسة جنيه. كرتونة البيضة أيام مرسي أيام 2013 كانت ب 18 جنيه، دلوقتي ب 130 جنيه. دي خرابة إيه دي يا جماعة؟ ده يا ريت والله لو هي دي الخرابة رجعونا يا جماعة الخرابة مرة تانية، ناكل بيض بالكرتونة ب 18 جنيه. ده الشعب المصري عايز يرجع لأيام الخرابة تاني. ها؟ الشعب المصري عايز يرجع لأيام الخرابة تاني لو القصة كده يعني.